اوريونس دو تريبونال سبيشال بور لو ليبان ات اوفيرت. واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الثالث على التوالي الاستماع إلى شهادة النائب الممدد مروان حميدي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد أجاب حميدي عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالحقبة التي سبقت اغتيال الحريري، وروى تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالرئيس السوري بشار الأسد في 26 من آب عام 2003، والذي كان يتمحور حول التمديد للرئيس إيميل لحود. ووصف حميدي حال الرئيس الحريري لدى وصوله إلى منزل النائب الممدد وليد جنبلاط في كليمونسو بعد لقائه الأسد. نزل الرئيس الحريري من السيارة في وضع قلما شاهدته فيه، كان مكفهر للوجه، شعره منكوش إلى بعض الشيء، وهو يصب بعض العرق على وجهه، وأغلق باب سيارته وتوجه إلينا. كنا جالسين حول القهوة، فنجان قهوة، وطبعا حييناه، وقال فجأة: يريد لحود ولا أحد غير لحود، معنيا بذلك أن من التقاه صباحا، أي الرئيس بشار الأسد، يصر على انتخاب إعادة انتخاب الرئيس إيميل لحود. فعندما احتج الرئيس الحريري كما نقل لنا أن لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية لها مرشح في لبنان، وأن باب الترشيح مفتوح لكي نتساعد ونتفاهم على اختيار رئيس أقل استفزازا من لحود، قال له: لا، سيكون إيميل لحود، وإن حاولتم أن تعارضوني فسأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط، بالحرف الواحد، ورددها: سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط. وبعد الظهر استأنفت المحكمة جلستها، وتحدث حميدي في إفادته عن تهديدات الرئيس الأسد، لافتا إلى أنها أدت إلى تعليب عملية تعديل الدستور للتمديد للحود بدءا من جلسة مجلس الوزراء في 28 من آب التي كانت مختصرة. المحكمة خصصت مساحة كبيرة من الحوار للتطرق إلى القرار رقم 1559، وقد أشار حميدي بهذا الصدد إلى أنه كان هناك سباق بين التمديد للحود وإقرار ذلك القرار، سوريا كانت تفرض على لبنان دستورا جديدا. وبعد تقديم الدفاع عددا من الرسائل الموجهة إلى الأمم المتحدة والمتعلقة بهذا القرار، رفعت جلسات المحكمة.